أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من سلسلة أنت والطاقة الجديدة. هالحلقة اليوم ما الفكرة تبعيتها أنه نحن نكون حضرنا كل الحلقات السابقة حتى نوصل لهون، لأنه اليوم بدنا نحكي عن الحلول العملية للبنان. قبل ما نحكي عن الحلول خلينا نحكي شوي عن شو هو الوضع العام عندنا بلبنان. بالحقيقة كلنا بنعرف الوضع العام، حنذكر ببعض المواضيع اللي نحن عندنا إياها. الشغلة الأولى هي عندنا فاتورة استيراد عالية للمشتقات النفطية، يعني نحن للأسف بلد غير منتج للنفط، وبالتالي نحن مضطرين نستورد كل شيء من برا حتى نقدر نستفيد منه، وهذا الشيء بكلفنا وبكلف ميزانية الدولة كلفة عالية. كمان في عندنا تلوث بيئي من معامل الكهرباء، كلياتنا بنعرف كلياتنا بنعاني من التلوث البيئي بمعامل الكهرباء وبمعامل غيره كمان. إنتاج الكهرباء عندنا بلبنان بشكل عام مكلف، وبالتالي هذه الشغلة كمان فينا نتجنبها بالمستقبل. كمان في عندنا نقص بتلبية الحاجة، مثل ما بتعرفوا في عندنا قطع ببيروت وبغير بيروت، في قطع 3 ساعات و12 ساعة و6 ساعات و8 ساعات، هذا كلياته بيأثر على الاقتصاد كله سوا وبيسبب لنا مشاكل وإزعاج. كمان في عندنا كلفة عالية لتوليد واستيراد الكهرباء، نحن اليوم اللي منولده عم نولده بكلفة عالية، واللي عم نستورده كمان عم نستورده بكلفة عالية، وبالتالي الحلول تبعيتنا لازم تكون متجانسة مع هالمشاكل اللي نحن موجودين. نحن لازم نحط خط، الخط اللي هو كلفة إنتاج الكهرباء اللي هي بحدود الـ 20 سنت للكيلووات ساعي. أي تكنولوجيا أو أي طريقة فينا نحن ننتج فيها كهرباء بأقل من هيك، فهي لا شك حتكون طريقة مجدية وشغلة نافعة لنا. إذا نحن بدنا نفكر بالمعالجة، في عندنا ثلاث أطر لنفكر فيها بالمعالجة. الإطار الأول هو توفير أكبر بالاستهلاك، نحن بدل ما نستهلك هالقد نستهلك هالقد إذا كان فينا نلاقي طريقة نعمل هالشغلة. الطريقة الثانية هي استخدام أكبر للطاقات المتجددة. نحن عندنا بلبنان طاقات متجددة، اللي بدنا نجرب نسوي نحن وياكم سوا هلأ منفكر شو اللي بينطبق على لبنان وبيكون جيد وشو اللي ما بيسوى أو مش مناسب للبنان. والشغلة الثالثة اللي لازم نسويها هي بناء المزيد من المعامل الحرارية، اللي هي شوي خارج موضوعنا اليوم، حنحكي عن أول موضوعين تحديداً. التوفيق بالاستهلاك شغلة كتير مهمة، وحنبلش فيها بتعزيز العزل الحراري للبيت، يعني اللي في عنده مثل ما شايفين هون شباك له زازين، هدول الزازين بيعملوا لنا عزل بشكل أفضل بين الداخل والخارج، وبيحسنوا فعالية وكفاءة التدفئة والتبريد. هاي شغلة كتير مهمة. وكمان لما يكون في عنا حيطان مثل ما نحن شايفين هون، لما هدول يكون في عنا حيطين بدل الحيط الواحد وبيناتهم يا أما مادة عازلة يا أما هواء، هذا كمان شيء كتير مفيد للعزل بين الداخل والخارج، وكمان بحسن الكفاءة. بشكل عام نحن بلبنان لازم نتبنى قوانين صديقة للبيئة للبناء. في عنا كمان التكنولوجيا اللي بتوفر الطاقة، يعني اليوم سيارات الهجيني أو الهايبريد كارز، هيدول سيارات بتساعدنا كثير إنه نحن نوفر استهلاكنا بالبنزين واستهلاكنا بالمازوت، وبالتالي بتكون إلى مردود قومي وطني قد ما بتكون، حتى نحن نخفف استهلاكنا من هالمواد هاي. وكمان الأدوات الكهربائية مرتفعة الكفاءة، يعني الافشنسي تبعيتها تكون عالية، يعني أنا بدل ما أستهلك كمان هقد كهرباء لبرد عندي البراد، فيني أستعمل كمية أقل بكتير، وهذا بيكون شيء أفضل بكتير. لا شك أنه من الأمثلة المهمة كتير على هالموضوع هيدا، أنه نحن بدنا نطلع من فكرة اللمبات العادية ونفوت على فكرة اللمبات الموفرة للطاقة. بكرة إن شاء الله لما بدنا نطلع هالقانون إنه نحن نمنع هاللمبات العادية، بدنا كلنا نتساعد سوا حتى نحمس ونشد على إيدان هالقانون هيدا حتى يمشي بشكل جيد. كمان يلي بيصرف كهرباء كتير لازم يدفع أكثر. نحن اليوم نصرف الكهرباء بشطور، يعني في ناس بتدفع 35 ليرة كيلووات ساعة، وكل ما بزيد مصروفها بتدفع لحديت 200 ليرة. كمان من الأفكار المطروحة أنه إذا واحد بيصرف كتير كتير كهرباء ممكن يصير يدفع أكثر. طبعا منجرب أنه ما الكل يدعانوا من هالكلفة هاي، إنما بس الطبقة اللي كتير عم تصرف كهرباء. وبالحقيقة بدنا نتجنب أنه نحن نشوف شيء مثل هالمنظر هيدا اللي نحن شايفينه هون، يلي هي لمبات بنص النهار مضوية. هذا لا شك بيعني أنه نحن في عنا هدر كبير بالطاقة، وهذا بشوية صيانة بيتحسن. في عنا موضوع إعادة الاستهلاك. إعادة الاستهلاك يمكن ما بيعطينا كهرباء مباشرة، إنما نحن لنعيد استهلاك، لنعيد تدوير الشغلة، هيدي شغلة بتوفر علينا طاقة كتير، لأنه هيدي إعادة التدوير أوفر بكتير طاقويا من أنه نحن نجيب شغلة خام ونصنع منها الشيء الأساسي. هذا بينطبق على الألمنيوم، هذا بينطبق على الورق إلى آخره. كمان بدنا نشجع استعمال الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي أرخص أنظف وأوفر
بشكل عام بالاستعمال من المازوت والفيول أويل. وبهالطريقة هيدي نحن بنستفيد منه بتوليد الكهرباء وبالحرارة. منحب نذكر إنه الغاز هو حل على المدى المتوسط، لأنه بالنتيجة حتى الغاز هو من الوقود الأحفوري يلي هو على المدى الطويل كمان ممكن يتناقص وقد ينتهي بعدين. أما بالنسبة للمحور الثاني اللي بدنا نحكي فيه اليوم يلي هو استخدام الطاقات المتجددة، نحن بلبنان في عنا عدد من الطاقات المتجددة اللي فينا نستفيد منها بشكل يولد لنا كهرباء أو يوفر علينا كهرباء بشكل كتير منيح. أولها هي السخانات الشمسية. أول شغلة بنفكر فيها نحن بالنسبة للبيت، إذا كان بيت واحد فينا نحط له سخان شمسي، وإذا كان مجموعة بيوت أو مستشفى أو أوتيل فينا نحط له مجموعة سخانات شمسية موصولة مع بعضها، فبتستفيد من المساحة بالشكل الأفضل. في عنا مصدر كتير مهم للطاقة للأسف بعد ما استعملناه، كنا من زمان نستعمله لما كانوا الملاحات، واليوم يمكن بعد بتلاقوا مراوح هواء عم تضخ مي من البحر للمطرح ما بيستخرجوا الملح من مية البحر. هيدا بس كلياته راح مع الوقت. هذا اليوم موجود تكنولوجيا متقدمة لطاقة الرياح، وصار في عنا خريطة لطاقة الرياح بتفرجينا وين نحن ممكن نبلش نفكر لنستخدم طاقة الرياح بشكل عام على المستوى الوطني. هذه شغلة ممكن تكون مفيدة لنا بشيل اسم من الطاقة المطلوبة حتى نقدر نحن نكفي حاجتنا للكهرباء بشكل عام. في عنا موضوع الكتلة الحيوية الصلبة والسائلة والغازية. الصلبة يعني الخشب، مثل ما ممكن نكون فكرنا وشفنا من قبل خشب الزيتون أو خشب الصنوبر أو نفايات الخشب للمناشر، هذا كلياته ممكن يستخدم لتوليد طاقة أو حرارة للتسخين والتدفئة. كمان ممكن نستخدم المواد الحيوية السائلة، يعني نحن عنا زيت كتير عم ينكب، بدل ما ينكب هالزيت بيتحول لبايو ديزل، ممكن نستفيد منه. ما حنحكي عن الأنواع التانية لأنه بلبنان يمكن ما بتنطبق كتير، بس موضوع البايو ديزل واستخراجه من الزيت النفائية، يعني الزيت اللي بده يروح على الزبالة، شغلة كتير مهمة ولازم نحن نشتغل فيها. أما بالنسبة للطاقة الحيوية الغازية فنحن عنا مزارع بقر كتير، وهذه المزارع بتنتج كميات كبيرة من الوسخ. هالوسخ هذا ممكن نحن نستخدمه ونحطه بمراكز ونخمره حتى يطلع منه هالغاز ونستفيد من هالغاز بشكل لا تريد يا أما الحرارة يا أما الكهرباء. بضل عنا موضوع طاقة جوف الأرض. طاقة جوف الأرض هي طاقة موجودة عنا إياها بلبنان، بتعطينا حرارة يمكن ما بتعطينا كهرباء، بس ممكن نستفيد منها لتوليد الحرارة للمي أو للمنزل أو للمعمل أو للمصنع. طبعا من أهم أنواع الطاقة اللي موجودة عنا هي الطاقة الكهربائية يلي نحن كمان بعد فينا نستفيد منها، والمشاريع موجودة، سد الأرعون واحد منهم، وفينا بعد نعمل سدود أخرى نستفيد منها من الطاقة الكهربائية يلي هي تقريبا طاقة مجانية، يعني رخيصة كتير، وبتأملنا مع هالمشروع هيدا بتأملنا ضبط لموضوع المياه للتوزيع، وبنصير نستفيد بميتنا بشكل أكبر بكتير من ما نحن اليوم عما نستفيد منه. طب لشو عم نحكي الحكي هيدا وشو دورنا نحن كمجتمع مدني أو كمجتمع أهلي أو كأشخاص فرديين بهالإطار هيدا؟ بالحقيقة نحن هيدا الموضوع عم نغطيه حتى نحن كمجتمع مدني نقدر نضغط على الدولة أو على المسؤولين إنه نحن نتوجه بهالمجالات هيدي حتى نقدر نستفيد من طاقتنا بهالبلد بالشكل الأفضل، حتى ما يروح شي عنا هدر لا شمس ولا مي ولا أي نوع تاني من الطاقة. اللي بحب خبركم إياه إنه إحنا عنا حلول متعددة متوفرة، يعني هالحلول اللي فرجيناكم إياها ممكن نشتغل بأي واحد منها، ممكن نشتغل فيهم كلياتهم، بس هيدا بده يتطلب انفتاح على أفكار جديدة. نحن ما فينا نضلنا نفكر بشكل محدود، نحن بدنا نوسع الأفق تبعنا حتى نقدر نستفيد من هالأفكار والتكنولوجيات الجديدة يلي هي ممكن تكون مفيدة لنا. هيدا الشغل بيتطلب كمان تعديلات بالقوانين، فنحن بدنا نضغط كمان حتى نقول نحن بدنا قوانين تسمح لنا نقدر يمكن نفوت كهرباء على الشبكة، نحن ممكن ناخد قوانين تسمح لنا أنه نحن نقدر نتبادل بالكهرباء بين البيت وشبكة العامة. هذا كلياته كمجتمع كلياتنا سوا فينا نستفيد نحن والدولة، لأنه إنتاج الكهرباء من هالطرق هيدي أرخص يمكن من الإنتاج الحالي للكهرباء. وطبعا الشيء المنطقي والسهل والبسيط انه نحن منبلش بالحل يلي اقل شيء كلفه، ما منبلش بالغالي، ما
بنبلش بالحل البسيط السهل اللي ما بيكلفنا كتير لا ابتدائيا ولا على المدى الطويل. بهالطريقة هيدي بنوصل لمطرح ما نحن بدنا بكلفة الأقل، وبعدين بنرجع بنشوف التكنولوجيا اللي بعدها ومن بنطلع بالتفكير تبعنا وبالتكنولوجيا تبعيتنا. والنتيجة اللي نحن بنتوقعها من هالمشروع هذا كلياته هو أنا وياكم بنعيش ببلد مرتاح أكثر اقتصاديا واجتماعيا، وبيكون في عندنا إن شاء الله كهرباء 24/24، وبيكون في عندنا الطاقة المأمنة تبعيتنا وقت ما نحن بدنا. بالختام بحب أشكركم على متابعة سلسلة أنت والطاقة الجديدة بالحلول العملية للبنان، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها.